العنصرية هي ورقة دونالد ترامب الرابحة ومفتاح بقائه في البيت الأبيض، هكذا يقول خصوم الرئيس الأمريكي الذين يدللون على اتهامهم له بتصريحاته عن المهاجرين والأقليات، بما فيها مطالبته بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإبعادهم عن الأراضي الأمريكية. ووفقا لتقديرات مركز بايو للأبحاث، يوجد في الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون مهاجر غير نظامي، غالبيتهم من المكسيك ودول أمريكا الوسطى. وقد أعلنت إدارة ترامب أن العدد الأقصى للاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة في عام 2019 في إطار برنامج إعادة التوطين لن يزيد على 30 ألفا مقابل 45 ألفا في عام 2018 و 110 ألف لاجئ في العام في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. سياسة ترامب تلك أدت إلى تقليص أعداد طلبات اللجوء التي انخفضت من 38,500 طلب عام 2016 إلى 22,600 طلب عام 2017، ثم وصلت إلى 3,300 طلب عام 2018، أي أنها انخفضت بنسبة 91%. كذلك انخفضت نسبة طالبي اللجوء المسلمين من 45% من مجموع الطلبات عام 2016 لتصل إلى 15% فقط عام 2018. ومنذ تولي ترامب منصبه عام 2017 بدأت إدارته تطبيق سياسات جديدة تجاه الهجرة تتناسب مع وعود قطعها خلال حملات السباق الرئاسي، وهي وقف المساعدات للدول المتخاذلة في منع تدفق المهاجرين مثل سلفادور وغواتيمالا وهندوراس، منع المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية من الحصول على تصريح عمل قبل منحهم أي إعفاء أو حماية، فصل الأطفال عن أسرهم، حيث قررت إدارة ترامب فصل أكثر من 2600 طفل عن ذويهم من المهاجرين غير الشرعيين ووضعهم في مراكز احتجاز منفصلة. تأمين الحدود الأمريكية المكسيكية من خلال نشر قوات الجيش الأمريكي على الحدود الجنوبية للتصدي للمهاجرين القادمين عبر حدود المكسيك، وفرض قيودا على دخول المسلمين من عدد من الدول الإسلامية والعربية. وبالإضافة لذلك لم تسلم عضوات بمجلس النواب من سياسة ترامب العنصرية، حيث هوجمت نائبات من الحزب الديمقراطي من أصول أجنبية لدرجة مطالبتهن بالعودة إلى بلادهن. وقد رأى كثيرون أن هذه التصريحات تظهر الاتجاه الذي تتبناه إدارة ترامب لخفض معدلات الهجرة سواء كانت شرعية أو غير شرعية، وذلك تمهيدا لرغبته في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.